أنا أبغى أتكلم عن برنامج جديد حيكسر الدنيا، لأنه راح تكونوا على موعد معاه كل يوم من الأحد لين الخميس ابتداء من الليلة على MBC. طبعا البرنامج اسمه فالك طيب، برنامج الألعاب الجديد والمميز جدا من تقديم الزميل ياسر السقاف. فخلينا نشوف البرومو والبرنامج ونرجع لكم. ركز، فكر وحلها، لفها واكسب. حرف يكمل جملة وكل جملة بمكسب. أنت وحرفك وفالك طيب. فالك طيب الليلة 8 بتوقيت السعودية على MBC1. ياسر معنا عبر زوم من الاستوديو. يسعد صباحك يا ياسر. ياسر صباحك سارة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. قديش متحمس اليوم يا ياسر؟ والله متحمس كثير، يعني كان نفسي كنت متحمس أجيك الاستوديو، بس والله بنصور فيعني منعنا هذا الشيء، ولكن يعني متحمسين لليوم لانطلاق أول حلقة من حلقات برنامج فالك طيب النسخة العربية من ويل أوف فورتشن. أنا فخور جدا أني أنا بقدم برنامج مسابقات جميل جدا، فيه المعلومة السريعة، وأيضا الناس المشتركين طبعا اللي معانا بيكسبوا مبالغ مادية ويستمتعوا فيها إن شاء الله. أعطينا فكرة ياسر عن البرنامج والتفاصيل عشان بس نعرف إيش نتوقع الليلة. برنامج ويل أوف فورتشن هو معروف عالميا، يعني له عشرات السنوات على الهواء، ولكن بنسخ أجنبية مختلفة. هذه النسخة العربية الأضخم على شاشة MBC قناة كل العرب، النسخة اللي إن شاء الله بإذن الله حتشوفوا رتمها سريع، وبإذن الله البرنامج حيكون جميل جدا بمشتركين من جميع الدول العربية. فيعني نرحب بكل من حابب يشترك. إلى الآن باب التسجيل مفتوح، عندنا حلقات كثيرة جدا بنصورها، فإن شاء الله بإذن الله الكل يجي ويربح معنا هنا. طبعا هي عجلة مقسمة لقيم مادية مختلفة، فيها جوائز أيضا، الناس كل عليها تسوي لنا جوائز. قد إيش يعني؟ حمسني شوية تانية يا ياسر. جوائز كثيرة جدا، يعني آلاف الريالات، سيارة، يخت، بيت. إن شاء الله إن شاء الله كله جاي، كله جاي إن شاء الله بإذن الله. تبغي اليخت وتبغي البيت يا سارة؟ ها أيوة، أكيد تيجي شكلي. يعني يا هذه هي الجوائز يا ما أشترك. بس هل في شروط معينة للاشتراك في المسابقة؟ ما في شروط معينة، بالعكس. طبعا بيسوي انترفيو بسيط قبل هذا، لازم يكون عندك الثقافة العامة موجودة، سرعة البديهة موجودة، المعلومة الحاضرة موجودة، عشان يعني تستمتع بالبرنامج. غير كده يعني صعب يكون. دائما دائما الأهم إنك تعرف تركب الجمل، وهذه هي التريك في برنامجنا. كيف نشوف الكلمة يعني؟ كده خالية من الحروف، يعني كلمة تشوف حرفين منها أو ثلاثة أحرف منها وتعرفها على طول، وهذا اللي يكسبك الجولة، وهذا اللي يكسبك أعلى رصيد، وهذا اللي يكسبك الجائزة الكبيرة في آخر راوند. والله أنا من دحين خسرت، أنا بقول لك يعني. طيب اديني كذا سكوب أو شيء حصري عن حلقة يعني الليل، حلقة الليلة بس كذا، ادينا مين حيكون المشاركين، هل في جوائز معينة، ادينا كذا شيء ما حد يعرفه غير إحنا. حيكون طبعا في جائزة، غالبا الحلقات اللي صورناها ما شاء الله تبارك الله كثير من المشتركين كسبوا مبالغ كويسة، والأهم أنه شوفي، الأهم أنه المشاهد يستمتع بالرتم السريع ويستمتع بالمعلومة الحاضرة، ويعني ينبسط معنا، وإذا حابب يشترك يقدر يسجل على طول ويجينا على الاستوديو هنا، وأهلا وسهلا بالجميع. والله احنا في الانتظار ياسر، وبالتوفيق لليلة، متشوقين صراحة نشوف البرنامج، ونقول لك مبروك مبروك على هذا البرنامج، واكيد نشوفك معنا في الفترة الجاية، وان شاء الله نجيك في، يعني انا ابغى سابق هاني، ابغى اشوف ايش يطلع مننا. اي لا اوكي، لا هاني صعب انتبهي. لكن لو جاء هنا انا حتولى، ما عليك وخليك تفوز. طب هاني انت قرري الفريق عادي. لا، هو كل واحد لحاله، يعني هي هم ثلاثة مشتركين يتنافسوا ضد بعض. اي نعم خلاص، حاجة، ولكن فؤاد. انا اقول لك حاجة، في شيء حلو انه ما حد يطلع من هنا خسران ان شاء الله. هو بس صاحب اعلى رصيد هو اللي حيروح معانا ياخذ جولة زيادة وياخذ البونس. والله صراحة غير كذا الكل فايز، يعني هذه من البرامج اللي طبعاً احنا دائما نقول عائلية، كل الناس تحب تتفرج عليها، فنقول لك مرة ثانية بالتوفيق. ودحين جاء وقت، الله يبارك فيك ان شاء الله، نشوفك بعد شوي، نشوفك الليلة يا ياسر، يعطيك العافية. إن شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية على MBC1. في الانتظار.